من حصتنا اليوم ونستقبلوا بالتليفون لاعبة النادي الافريقي فاطمة البوري. اكيد تضحيات كبيرة رغم الصعوبات المالية في النادي الافريقي من لاعبية الهوند في الفتيات رجعوا للتمارين. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند فاطمة. فاطمة اهلا بك. اهلا بك اسلام ومرحبا بالمستمعين الكل. شنو الامور؟ لاباس؟ والله الحمد لله لاباس يعني. الحمد لله. باهي فاطمة، البارح كنت اكدت على صفحتك في الفيسبوك، هبطت بيان حاجة كما هكا انكم باش ترجعوا للونترينمون قبل حتى ما تخلصوا المستحقات نتاعكم. احكي لنا شو اكثر تفاصيل فاطمة. نحن الحقيقة بعد الكونفينمون قعدنا ما كلمنا حتى حد، ما رجعناش نتراني، فما شكون اللي قاعد يترينا وحده. كلمونا الجمعة اللي فاتت سي سفيان بن صالح وسي توفيق بن سمير وسي دياس الناجي اللي كانوا هما معنا مسؤولين قبل، وكلمونا قالوا لنا ارجعوا تراني وعندكم دومي فينال شامبيونا وعندكم ماتشوات كوب، دونك لازم قبل بشهر شهر ونص نرجعوا نتراني. السيتواسيون هي خايبة على الاخر، احنا مانيش خالصين في ا بوبري، معناها انا نزيد مانيش خالصين بالبداية، معناها كي تجي تحسب الضايع قداش. دونك اجتمعوا بينا نهار اثنين وقالوا نرجعوا ترينيو على رواحكم نسوي لكم وضعيتكم في اقرب وقت ممكن، معناها ما فماش الفلوس توا، اما تجي الفلوس وتلعجل الدور وكل شيء يجيب تبيعته ان شاء الله. احنا صبرنا برشا الحقيقة، ما نكذبش عليك، صبرنا برشا وضحينا برشا بنات، معناها ما تلقاش حق ترانسبور، معناها ما تلقاش برشا بنات ظروفها يعني بها كان ربي، فما شكون اللي نجم يدبر من دار وفما شكون اللي ليه، دونك صبرنا برشا وضحينا على الاخر. واحنا ديما راهو في التيران، في التيران ما نخموش جمله لا في الفلوس لا حتى شيء، نعطيوها 100% ما اكثر. قالوا لنا ارجعوا ترانيو راهو ظروف الجمعيه هكا وهكا، وناس كل تعرف معناها ظروف الكلوب كيفاش، على خاطر الجمهور زاد، خاطر ريت كي واحد معناه يرى لي كومونتير في تصاور فيسبوك يشوف الجمهور كيفاش يقول على بنات الهوند راهم رجال يعطيهم الصحة ما قصروش. نحنا نشوفوا هذايا بعين كبيرة الحقيقة وجد شجعنا أكثر. وظهر لي فاطمة مبرمجين لكم لدخة، أو تعرف ما لدخة للباسكيت مبرمجين ظهر لي لدخة للهوند بنات وليد ظهر لي زيد. أي أنا بيدي سمعتك هيك قاعدين يحضروا يكملوا الباسكيت لدخة فرع الشيخة يكملوها إن شاء الله، وقالوا لنا إن شاء الله أنتم البنات أنتم ديما مفرحينا وديما ما كنتش مقصرين معانا وديما معناها نوريوا صورة باهية للجمعية، ومعناها هذايا شفناها بعين كبيرة وقلنا ما نخايبوش، نخليو صورة باهية للجمعية وما نخايبوش كلمة الجمهور، وإن شاء الله معناها إن شاء الله نكونوا في المستوى. نحنا دومي فينال شامبيونا في على قريب إن شاء الله شهر آخر، وإن شاء الله دوبلي، إن شاء الله دوبلي كما كل عام. إحنا راهو أنت تعرف إنه تاريخ النادي الإفريقي في الهوند بنات معناها 26 تيتر كوب و 27 تيتر شامبيونا، معناها بالماريس كبير على الاخر، دونك قداش تسالوا فاطمة؟ قداش تسالوا فاطمة؟ والله ما نزال مش ما تعطينيش مونتون ما يسالش، ما تعطيني قداش من شهرية على الاقل؟ معناها أكثر من خمسة أشهر. برشا أكثر من خمسة أشهر برشا صحيح. وما نتصورش ما نتصورش كل لي مونتون الكبار معناها تاخذوا فيهم، معناها الواحد كي يدير شهرية تأثر فيه. احنا في بنات بارابور على الفوت بارابور على الباسكيت، احنا بخيسك معناها مش حاجة كبيرة، معناها كي تشوف بيدجي نتاع هوند بنات ما يجيش حتى سالير قد ايه، فما 20 مليون فما 20 مليون الشهر حاجة هكا. أكيد كيف يلغى معناه نورمالمون واحد حتى من المسؤولين اللي سميتهم ينجم حتى وحده يتكفل بخلاص شهرتين تصور تتحرك بهم العجله شويه الفلوس. اي هذاك شنو حكي معانا هما، هذاك شنو حكي معانا هما، مازالوا كيتلموا وعملوا ريونيون الجمعه اللي فاتت، مازالوا كيرجعوا ولاد الجمعيه ذوما وقلوب صافيه ورجعوا تلموا باش خاطر كان راهو باش يصير سيناريو اخر هوند بنات، سيناريو خايب على الاخر اللي هو شنو؟ تلموا الاسامي اللي سميتهم لك انا كان ما تلموش، وقالوا نبداو نرجعوا من الاول يترانيو ومن بعد كل شيء يجيب سيناريو خايب. قلت لي كان باش يصير فيه حاجه هكا معناها كان باش يصير انه يقعد، معناها سمعت برشا كلام يقعد يدور انه نجموا يحلوا فرع الهوند نت، معناها حاجات كيما هكايا فهمت، يقول لك مالغري لا كيما قلت لك معناها البيدجي نتاعنا ماهوش حاجه كبيره فهمت، معناها انت نورمالمون كيما نقولوا نحنا واحد عنده اربع صغار ما يوكلش واحد وينسى ثلاثه الاخرين بيان سور صحيح.
دونك انت عندك اربع صغار، لازمك الاربع صغار هذوكم تعطيهم كل واحد حقه، وكل واحد كل واحد معناها على قد ما يستحق. معناها زيد احنا نهزوا في التترويت، معناها مش شكل اللي انا ماشيين وانا جايين في الفارغ هكاك. نتصور حتى تواصل مع مسؤولين ما فماش، مش حتى باش يعطيوكم حقكم كيما الفرع الكل اللي هكا ولا اي صحيح. احنا كنا كيكا معناها نمشي ونترانيو على خاطر الجروب، وعلى خاطر كاين انترونور معناها يلم الجروب ويحكي معانا ديما باش نكونوا نحنا مونتالمون مرتاحين، خاطر تعبنا على الاخر مونتالمون الحقيقه. تمشي ما تلقى معها حتى حد تحكي، دونك دونك احنا كنا سوليدير نخمو، عرفت نخمو للقدام. انا ما نقولوش تعبنا يمشي خساره، كان قربه وكذا ما عناش باش يفيدنا حتى شيء، نخمو القدام، نخمو على تيتر على صورة جماعية، على كل واحدة في بعض تحكي تقول راني هزيت تيتر، راني عملت كذا، راني واضح فهمت. دونك ان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله ان شاء الله تتحل الامور ان شاء الله، وتلفتونا المسؤولين اللي يحبوا يوريوا صورة الجماعية بها، وان شاء الجمهور زاد تلفتنا اكثر كما عملوا جيست بها الباسكيت، كما عملوا اللطخات الفوت، ان شاء الله نحن تلفتونا اكثر، وقدرة ربي نحن ديما منورين ومشرفين الكلوب. يعطيك الصحة، شكرا لك فاطمة على كل هذه التفاصيل. دونك هكا نوصلوا لنهايه فير بلاي اليوم، اخر موعد نقطه النهايه الفير بلاي، اكيد موعدنا غدوه ان شاء الله كما تعودتوا في نفس التوقيت من 3 حتى 5. شكرا على يا باشا في الاخراج، شكرا لناصر السكري في الامن لكم اللايف ستريمينغ على الباج فيسبوك. ملتقانا غدوه من 3 5 تاع العشيه في اكسبريس اف ام في فير بلاي اجمل تحكي.